عادت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدي خلافها مع الفنانة أصالة إلى الواجهة من جديد من خلال منشور هددتها فيه بإبلاغ السلطات اللبنانية لإلقاء القبض عليها فور وصولها إلى مطار رفيق الحريري في 10 أغسطس. وفي البداية نشرت أصالة قبل أيام مقطع فيديو وثق استعدادها لإحياء حفل جديد في لبنان بعد غياب سنوات طويلة عن دخولها، موضحة مدى اشتياقها للجمهور. وعبر حسابها على التواصل الاجتماعي شنت نضال الأحمدي هجوم واسع على أصالة مهددة بحبسها فور وصولها للأراضي اللبنانية، مستعيدة ذكرياتها القديمة عن الزج بمواد مخدرة ممنوعة في حقيبة سفرها، وذلك في القضية التي مضى عليها أكثر من 7 سنوات. وقالت نضال الأحمدي في منشور متداول إنها لن تقف صامتة بعد اليوم، وأكدت إنها تدعو لتوقيف أصالة في مطار رفيق الحريري الدولي فور وصولها للبلد بغرض محاكمتها بتهمة إهانة الأمن اللبناني واتهامها بالزج بالمخدرات بين أغراضها، وأضافت إنها لن تسكت وتسمح للجراح أن تتقيح. وأكملت نضال: كنت تناسيت ما فعلته أصالة وسمحت، ولكن طالما إنكم تحقروني من أجلها ولطالما إنها تلتزم الصمت يجب أن تحاكم. وانقسمت ردود الأفعال عبر التواصل الاجتماعي، وطالبها البعض بالسكوت وعدم فتح نوافذ خلاف جديدة على قضية تم إنهاؤها منذ سنوات طويلة، فيما تساءل آخرون عن إمكانية القبض على أصالة نصري في مطار بيروت.